العائلة الكبيرة جبت لكم اللحم عشاق المساحات ها هو واحد دوبلاك جابوا لكم اليوم طارح بواحد فينيسيون واعر وفيه صالون فيه واحد المطبخ اجي تشوفوا معايا كي داير كنقولوا يجري فيه الخيل فيه البلاكارات الفوق فيه البلاكارات اللي تحت البلاصه فين دير لافاسه البلاصه فين دير الثلاجه ممكن تزيد تسلسل صالة مونجي اما بالنسبه للاطلاله عندي هنا فكنطلع على مساحه اللي هي فارغه على بركه الله بدا الوصف ديال هذا العقار اول شيء كما ديما تنبغي نوريه لكم هي منين كندخلوا لهذا الدوبلكس هذا عندي الباب ديالو هي هذا هاد الدوبلكس هذا راه كيتواجد في عماره اللي فيها اربعه ديال الطوابق بما معناه كاين عندك المسعات كاين عندك المرآب ديال السيارات فين تحت السياره ديال كاين كاميرات مراقبه اما بالنسبه للمدينه فين كنتواجد اليوم فانا اتواجد بكم بمدينه مكناس مدينه التنافسيه في العقار ومدينه الاثمنه المنافسه والاثمنه جد مناسبه جيب لكم اليوم دوبلكس نعم سيدي نعم اللي فيه تقريبا مساحه اجماليه ديال 200 متر مربع مزيان بشحال هذا الشيء جايبو لكم بالثمن ديال 960000 درهم بما معناه اعزائي المشاهدين 96 مليون ممكن يكون ديالك هاد الدوبلكس هذا نعاودها راه فيه جوج ديال الطوابق هذا ما هو غير الطبق الاول ديالي عندي الغرف عندي غرفه واحده في الطبق الارضي اللي هي هذه غرفه